مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن تزايد تفشي فيروس كورونا في ظل تهالك البنية التحتية الصحية وعمل الأطباء في ظروف صحية وأمنية خطرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب إبراهيم سليمان وهو جراح أيضا. أهلا بكم دكتور. بداية، وزارة الصحة تعلن تسجيل 72 حالة وفاة و2862 إصابة جديدة بالفيروس، إلى أي مدى يمكن التحقق من الأرقام المعلنة من قبل الحكومة؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناة الرافدين. أستاذي العزيز، العراق يعتبر موبوء بالكورونا، موبوء بدليل قلت لك دول الكوريين الجنوبيين 34 من مجموع 300. هاي وزارة الصحة تتلاعب بالأرقام. نعم، انت انتبه على الأرقام، بس انتبهوا لي على الأرقام. يعني الإصابات 2800، يعني 3000 تقريبا، 3000. نعم، الوفيات 72. نعم، مرة يصعد الكيرف يصير فوق 90 95، بعدين ينزلوا 70، بعدين نعم يرجعوا 95، بكرة يرجعوا 95 100. اقرأ انت الإصابات. المحافظات الجنوبية مأساة، مأساة المحافظات الجنوبية كلها 200 و300. هاي بس الإصابات. نعم، انت مالك لازم حالات الشفاء. يعني انا سألت جماعة أطباء، نعم، هاي قلت له حبيبي دول الشفاء 200 6000 و4000 و2000 ايش تنطوهم؟ قال والله دكتور هذول احنا عندنا قانون بالطب، فهمت؟ كل قحة كل سخونة كورونا حتى يثبت العكس. يوم يومين طلعت المسحة مالته سالبة، شننطي؟ نقول له هذا شفاء، شفاء كل شيء ما منطي شفاء. فسيد العزيز شوف، هسه كنت انا مع طبيب من حديثه، نعم، قبل اسبوع دازين 60 مسحة الى دائرة صحة بغداد الانبار، نعم، رجعوا لهم 50 سالبة و10 اعادة المسحة. نعم، من الخمسين السالبة ماتوا 4 بسبب كورونا. 4 ماتوا كورونا. نعم نعم نعم، ماتوا 4. يعني دوائر الصحة تتلاعب بالأسماء وبالأرقام. شوف هذه حديثة، وشوف اسمع شوف المشاكل اللي تقول لي الأطباء هذول بالفيحاء. نعم الأطباء أضربوا والطوارئ والدنيا، يا ما يخال راح نداوم، بس جيبوا لنا حماية إنه. نعم، الناس الطبيب عندي ليه هسه بلاك اي، يعني ضاربيه على عينه ابو الفيحاء بالاستقبال. نعم، مال الطوارئ هسه ابو حديثه. نعم تفضل. نعم، تفضل دكتور اكمل الفكره. اي فانت مرات هسه من دول الجغايفه بالحديثه، الطبيب يقول لي، يقول هم تعرضنا للضرب، يقول ده يقول لي انت النتيجه مالتك سالبه، هو انا يقول اعرف كورونا، سلم لي جثه ما دام سالبه سلم لي اياها، يقول اذا ما سلمت هي يضربني، واذا سلمت هي يقول لي شلون سلمت هي، مو هذا كورونا. نعم، حبيبي مو انت النتيجه سالبه، انت دزيت لي من الانبار النتيجه سالبه. نعم دكتور، يعني الحكومه صح. نعم، الحكومه الان اذا تحدثنا عن الاجراءات المتبعه، تدرس مرحله او حاليا قرار تعطيل الدوام الرسمي هذا الاسبوع مع فرض حظر شامل للتجوال، يعني هل هذا الإجراء هو إجراء ناجح، إجراء أثبت فعالية في السابق لكي تكرره الآن مرة أخرى في ظل، طبعا حضرتك أيضا تعلم الوضع الاقتصادي منهار ولا يستطيع كثير من العراقيين البقاء في منازلهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة عليهم والتي تجبرهم على الخروج للبحث عن لقمة عيش، هل الإجراءات الحكومية المتبعة هي إجراءات سليمة وفي محلها؟ سيد العزيز، هاي الإجراءات اللي تسويها الدولة منع التجول والدنيا مو صحيا، مو صحيا، هذا عسكريا. شوف للمعلومه الامانه العلميه، فهمت علي؟ هذا منع التجول استفاد من عنده الجيش والشرطه. تعبر لوري ب 25، تعبر شفر ب 50,000 دينار حبيبي. انت اذا تريد تسوي منع التجول على راسك، سوي منع التجول، حكي والله اخذ لك تحيه انا، بس ويا منع التجول اجراءات فلو متابعه. متابعه ماكو متابعه سيد العزيز. وبعدين ترى شوف اللي تضحك علي، هسه الكهرباء انا في بغداد كل ساعات ساعه ما كهرباء عندنا حبيبي، ما كهرباء، ودرجه الحراره في بغداد 52، يعني بالبصره هسه 55، بالناصريه 53. دكتور، في برامجنا التفاعليه كان هناك احد المتصلين كان يشكو من وضع إصابة أحد أقربائه بفيروس كورونا، قال ذهبت إلى إحدى المستشفيات وإذ بالرد يأتي من المستشفى بالمصطلح العام شو نسوي لك؟ إذا كان هكذا يتم التعامل مع المرضى أو المصابين بفيروس كورونا، كيف إذن بهذه الأعداد الغفيرة؟ يعني هل الأرقام أو أرقام الشفاء التي تعلن حكوميا
هي أرقام دقيقة مقارنة بهذه النماذج التي نسمعها يوميا؟ سيدي العزيز ما كل دقة، وإذا قلت لك أنت هذا لعب بالأرقام، ده يلعبون بالأرقام. هو الحجي ترى هذا الأطباء والدنيا اللي يقول له شو تسوي لك؟ مو هو احنا مرات المريض مالتنا، أنا دا أواجهه، هسه أنا مسوي ثقافة التليفون، افتهمت عليه، المريض مالتنا ما احترامه إلى 10% يكذب، يروح للصيدلية ياخذ أوبر، يروح للمضمد يضرب أوبر، ويجيك بالليل بالوقت الضايع، يجيك هو يعني ما صار صدره تعبان كلش، يجيك تعال يقول لك شو اسوي لك صحيح شو اسوي لك صحيح صحيح. نعم طيب موضوع الاعتداء على الكوادر الطبيه، هذا الموضوع مستمر وكل يوم نرى او نسمع حاله اعتداء جديده. ما الدور الحكومي في حمايه الكوادر الطبيه، وخاصه قبل بضعة أيام كان هناك حادث اعتداء على كادر طبي في مدينة الفلوجة، وعندما ذهب الكادر لتقديم الشكوى في مركز الشرطة قام ذوي المريضة المتوفية بتهديدهم، بالإضافة إلى ضغط من قبل الجهات الحكومية بمنعهم من تقديم شكوى، بالإضافة إلى منعهم من التصريح لوسائل الإعلام. يعني الجهات الحكومية في غالب الأحيان تكون واقفة مع المعتدي على المعتدى عليه الآن في حالة الأطباء بشكل أخص. لماذا لا يوجد أو لا توجد حماية للكوادر الطبية من وزارة الصحة أو من وزارة الداخلية في العراق؟ سيد العزيز ترى الاعتداء على الكوادر الطبية في العراق ليس بجديد. أضعف حلقة بالمجتمع هو الكادر الطبي. نعم. الكادر الخدمي. الكادر الخدمي. أنت تتصور أنت بلد وين وصل؟ يعني إذا رئيس الإفتاء أبو لحية أبو عمامة عنده جنود ميليشيا تيجي تعتدي على جامع وتطلع إمام الجامع مال أبو البر الرحيم. تتوقع انت من الشارع العراقي؟ نعم. يا سيد العزيز احنا تحت رحمة الله، بس الله ويانا. الكوادر الطبية الحكومة ضدنا، الحكومة ضدنا، وزارة الصحة ضدنا. نعم. وزارة الصحة اصلا هي لو بيها هذا توفر لنا هاي مال شو اسمه الملابس مالتنا والكمامات وذن. نعم. الشغلات البسيطة. نعم. دكتور ابراهيم سليمان الطبيب الاختصاص كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.